معجم الغيبة والظهور. الرجعة. الرجعة هي رجوع بعض الأموات في آخر الزمان إلى هذه الحياة بذات الأبدان والهياكل التي كانوا بها في حياتهم الأولى. فالرجعة عقيدة قرآنية نطق بها الذكر الحكيم في أكثر من 20 موضع، وقد انفرد على الاعتقاد بها الشيعة الإمامية دون غيرهم. فكما أحيى الله تعالى وليه عزيرا بعد أن أماته الله 100 عام ليكون آية للناس، وتفضل على آلاف من الناس في أمم السابقين وأرجعهم للحياة بعد الموت، كما أخبرنا تعالى في قوله: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. كذلك سيتفضل الله تعالى على زمر مؤمنة من هذه الأمة وسيحييها، وذلك في زمن نزول المسيح عيسى عليه السلام وظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه، وخروج الشمس من المغرب، في زمن تكثر فيه عجائب الله ومعاجزه. ولعل الذي يحيي الموتى هو نفسه المسيح عيسى عليه السلام كما كان في زمنه الأول. فقد أورد الألباني من علماء أهل السنة في كتابه السلسلة الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال: والذي نفس أبي القاسم بيده لينزلن عيسى بن مريم إماما مقسطا وحكما عدلا، فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليصلحن ذات البين وليذهبن الشحناء وليعرضن عليه المال فلا يقبله، ثم لئن قام على قبري فقال يا محمد لأجبته. وروى الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال عن أبي مريم عن الحكم عن مجاهد في تفسير قوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قال: يرد محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا حتى يرى عمل أمته.